بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، فعلا السلام لا بد أن يتحقق للشعوب، شعوب المنطقة، بفضل أن نتجمع جميعا وأن نكون يدا واحدة، جبهة ضد التطرف، جبهة موحدة لتحقيق المساواة ولتحقيق حقوق المرأة. فأنا متفقة مع السيدة الرئيسة مريم رجوي بأن التطرف الديني يهددنا جميعا، نساء ورجالا، شعوب المنطقة، هو الذي يهددنا ويهدد شعوبنا. إذا ظل التطرف فحقوقنا وشعوبنا تتدمر، لأن جميعا سنهلك بفضل هذا التطرف الديني، فيجب أن نكون جبهة واحدة. السيدة الرئيسة المجاهدة مريم رجوي، السيدة الوزراء، السيدات والسيدة النواب المحترمون والنائبات البرلمانيات، أيها الحضور الكريم من صحفيين ومن رجال أعمال وما إلى ذلك، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ليس محطة للتذكير بحقوق المرأة فقط، وإنما للتذكير أيضا بحقوق الشعوب في العيش الكريم، بحقوق الشعوب في التحرر، بحقوق الشعوب في الأمن والاستقرار وعدم التوظيف الديني في السياسة، وحق المرأة اليوم في أن يحترم العالم، حقها في عدم التمييز بين الألوان وعدم التمييز بين الجنسين، وإعطائها تكافؤ الفرص والسماح بالتمييز الإيجابي. إن المغرب لقد فهم الدرس وأعطى التمييز الإيجابي للمرأة، وأصبحت فاعلة في تحقيق، وعرف بأنها لا يمكن أن تكون التنمية إلا بالمرأة، وأعطاها مواقعها سواء في المؤسسات الدستورية، بحيث أصبحت والية على الجهات وأصبحت ممثلة في المؤسسات التشريعية بنسبة 17%، وفي الجامعات المحلية بنسبة 12%. وهنا أتفق مع السيدة الرئيسة مريم رجوي، بدون تعديل دستوري لا يمكن أن نتحدث عن حقوق المرأة، لأن الدستور هو الذي يضمن الحقوق، لأن القوانين هي التي تضمن الحقوق. وإذا كان المصور الحقوق للنساء فما زالت هناك انتظارات، فإذا ونساند إخواننا في مخيم ليبرتي، لأن التعنت الذي تعانيه من الهمجية يعني في النظام المتعنت في طهران، الذي رفض نظام الملالي، الذي رفض الحرية ورفض التعددية ورفض الاجتماعات، ومع الرأي الوحيد إنهم مع الإقصاء وضد حرية التعبير وضد قيم المساواة وضد المسؤولية للنساء وضد حرية الجميع، إنه فكر دكتاتوري يعاند جميع الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في القيادة السياسية. إن نحن النساء المغربيات التقدميات سنعارض هذا الفكر التطرفي، وكرئيسة لجمعية منتدى المبادرات وكبرلمانية مغربية نشجب هذا الوضع في طهران، ونحن مع نساء في ليبرتي، ونطالب الأمم المتحدة والمنتظم الدولي أن يطلق سراح السبعة المعتقلين وأمام المنتظم الدولي، فنشجب هذا بكل مرارة. وشكرا جزيلا لكل حضور الكريم، شكرا.